بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين وصحابته الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله المؤمنون. ويقول الله تعالى في القرآن العظيم أيضا: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. أيها الإخوة، حقيقة أنا سعيد جدا بافتتاح هذا المقر للابنين البارين الشابين اللذين عملا وتعبا من أجل تحقيق هذا المشروع، وهذا يدل على طموح الشباب وعزم الشباب وإرادة الشباب برغم كل الصعوبات وبرغم كل المعوقات. يقول الشاعر رحمه الله: كل صعب على الشباب يهون، هكذا همة الرجال تكون. ويقول الشاعر والمتنبي رحمه الله: إذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام. فحقيقة هذا يدل على إرادة هذين الشابين، وهما يمكن أن يقتدى بهما. ونوجه أيضا الكلمة إلى المسؤولين بأن يهتموا بالشباب ويساعدوا الشباب على تحقيق المشاريع وعلى تحقيق المسائل التي تعود بالنفع على الشباب. فنسأل الله تبارك وتعالى بهذه المناسبة أن يوفقهما وأن يسدد خطاهما وأن يجعل عملهما هذا إن شاء الله عملا مباركا بإذن الله تبارك وتعالى. اللهم احفظهما من كل سوء، احفظهما من كل مكروه. اللهم اجعل هذا المكان مكان أمن وأمان والسكينة واطمئنان بفضلك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. شكرا لكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم هو يوم افتتاح ديال شركة صبح كار رينتل. كنشكر الجميع، جميع الأصدقاء، جميع الأحباب، كنشكر جميع السلطات اللي تعاملوا معنا كملنا هذا المشروع. وكنرحب بالجميع، جميع سكان المدينة الجديدة ومن غير المدينة الجديدة، مرحبا بالكل. الاسم ديالي رضا جبوري، كيحضر لي الشرف الحضور للافتتاح ديال صبح غون طار كار اللي كان اليوم هو أول يوم في العمل ديالها، والشرف كبير انني كنت اول كليان ليها. هادشي اللي خول ليا انني نكون احد المعازيم ديال هاد الافتتاح. وبصراحه كانت معامله جد في المستوى، وكان حصل لي الشرف نتعرف على شرف الدين، وكانت المعامله صراحه مزيانه ديال بصح. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كنشكر جميع الناس اللي شاركوا معنا في هاد الحفل ديال الافتتاح، وكنتمنى التوفيق لولدي وشرف الدين سفيان، التوفيق لاختي صبح عيتوت، وكنتمنى التوفيق لجميع الشباب والشابات ان شاء الله. الله يسهل على الجميع، ومرحبا بالجديدين كلهم عند ولادي، راه اختي وولدي. والسلام عليكم ورحمه الله.